مساء الخير اصدقائي وحبايب قلبي تحياتي لكم وين ما تكونون اليوم راح اكشف لكم سر خطير معلومه خطيره وحساسه جدا ما اعرف ليش مخبيها علينا يمكن اكو اراده من قوى شر عظيمه انه يخبون علينا هاي المعلومه في حين بهذا الوقت اكو وباء عالمي يجتاح الكره الارضيه كلها هذا السر اللي راح اقول لكم اياه اللي هو بقعه جغرافيه بهذا الكوكب او دوله معينه ما بها ولا حالة من حالات فيروس كورونا الصيني، ولا ممكن ان يدخلها فيروس كورونا الصيني. الدولة هذه كلنا نعرف بها، بس ما حد نفكر بها كحل وكملجأ وكملاذ آمن للبشرية كلها، في حالة أنه هذا الفيروس استمر بالانتشار و... وكان من جدا الصعب أن السيطرة عليه. قبل لا احكي عن هاي الدوله او عن طريقه السفر لهاي الدوله لا تنسون تسوون لايك للفيديو ولا تنسون تشتركون بالقناه بالنسبه للمشترك لان قناتي تخبل وتحكي عن اهم التحديات اللي تواجه البشريه حبايب قلبي نبلش بالكلام بهاي الدوله هاي الدوله ماخذه كل الاجراءات الاحتيارة... الاحترازيه وكل الاحتياطات ضد الحروب النوويه وضد الفيروسات وضد المشاكل اللي تهدد السلم المجتمعي يعني اتوقعوا حتى لاغية موقع فيسبوك وموقع يوتيوب وموقع تويتر وواتساب وكل شبكات التواصل الاجتماعي هاي الدولة بجد ما متحسبة لكل التهديدات اللي تتعرض لها البشرية طبعا هاي دولة رقم واحد بالعالم يعني المفروض كلنا راح نعيش بيها يستعملون وسائل نقل تكون مو سيارات لان ما بيها ولا سياره شعبها ما يستعمل سيارات نهائيا وكو رسميه تقول سياره وحدة تنتمي لهاي الدوله اكو مقابلها ألف مواطن لانه بس المسؤولين الكبار اللي يقودون هاي الامه العريقه وقائدها وزعيمها الاوحد هم اللي يحق لهم يركبون هاي السيارات وسيله نقلهم الوحيده هي البايسكل على سطح الارض والوسيله الاكثر شيوعا اللي هي مترو الانفاق اللي يكون مجاني ما حد يدفع بيه فلوس ويكون على عمق 150 متر تحت سطح الارض. يعني هم متحسبين للهجوم البيولوجي ولاي هجوم نووي ولاي ساعه طارئه. فهاي الدوله تنحط على العين وعلى الراس. خل معلومه اخرى عن هاي الدوله. هاي الدوله حبايب قلبي ما عندها لا استيراد ولا تصدير لانه ما تصدر من العالم الخارجي لانه مكتفيه باللي عندها، مو ممنوع هي تستورد لا يروح بالكم غلط هذا اعلام مغرض يريدون نصدق بهاي الاشاعات. ما تستورد من العالم الخارجي ولا اتصدر للعالم الخارجي اذا تمام حلو لحد الان اي فيروس ما راح يجينا ما طول ماكو استيراد ما اي سياح من العالم الخارجي ما اعرف ليش ما يزوروها السياح ما العلم هي دوله تخبل وودوده والحياه بها رخيصه جدا مرحبه بالسياح بس يعني لازم واحد يتحكم بألفاظ قبل لا يزور هاي الدوله لانه احتمال يقول كلمه بالغلط ويتعاقب يعني ينذب بابو زعبل او بعدره او بابو غريب فراح اجيكم بعد بالتدريج نحكي شوي عن هاي الدوله هاي الدوله حبايبي ما راح يطبلها هذا الفيروس وانا انطيكم جارنتي مني لكم نهائيا هي السفر إلها صعب الفيزا مالتها مطلوب مستوى تسيت غاي يعني سي ثلاثة باللغه مالتهم الخاصه اللي هو مستوى ما موجود ببقيه مستويات اللغه ومطلوب من عندهم الولاء ولازم الواحد يسوي تسريحه شعر معينه من هنا شويه يخفف شعره ومن شويه خليه يكون طويل هم شعرهم كله فخين ما عندهم ناس صلع والنساء لازم شعرها ما يتجاوز هذه المنطقه لهنا وهذا قرار من الزعيم الاوحد زعيم هاي الامه العريقه زعيم الامه اللي راح تكون الامه الناجيه الوحيده بهذا الكوكب اللي هو الزعيم الاوحد كيم جونج اون رئيس دولة كوريا الشمالية الديمقراطية الاتحادية الدولة الوحيدة اللي راح تنجو وراح تقاوم وراح تكون على مر العصور على مر التاريخ شوفوا زعيمنا الهيبه شلون ينزل الدرج وشلون يمشي صدق طولك يا حلو شحلو طولك من تمشي وانا راك باع هو يمشي والمعلقه تقول كلام رهيب يعني اعتقد هذا شعر في حب القائد <applause> يمشي <applause> شاور شاورما دجاج دا يمشي بالشارع هيبة بشرف هيبه بس ليش البنطلون مالته يصير عريض يعني من جهه الرجل ما اعرف يمكن هاي موديل <applause> اعتقد ممنوع غير نوع بنطرونة فحبايبي يعني واحد شيء من الدنيا غير دولة جميلة شعبها جميل نظام حكمها ديمقراطي ورئيسها مبين يعني حباب ومحب للخير ومحب للبشرية طبعا من إيجابيات الحياة بهاي الدولة العظيمة الجميلة الرائعة أنه وزنك راح يقل لا إراديا لأن هاي الدولة ما بها سيارات جديات ما بها سيارات تعالوا اراويكم شلون هاي الدوله ما بها سيارات يعني آه نادرا نادرا ما الواحد يشوف ناس يمشون وعندهم سيارات باعوا حبايبي شوف الشوارع شلون فارغه هاي العاصمه بيونغيانغ الشوارع فارغه بها ناس يمشون بالبايسكلات وقليل من البشر بس اللي يركبون سيارات غير ما بس المسؤولين والشوارع مالتهم يعني البنى التحتيه رهيبه مهيئين للحروب مهيئين للغزو الفضائي والكل شيء بعد جسور عالم تتمشى يعني الهدف من هذا الفيديو انه نظام الحياه عندهم نظام صحي ورياضي ومشي وحيويه فالاوريدي وزنك راح يقل ثاني ايجابيه عظيمه للحياه بهذا البلد انه راح تكون حياتك كلش صحيه واكلك كليته بيو للي ما يعرف شنو يعني بيه يعني غير معدل بمواد عضوية أخرى لأنه ما أعتقد أنهم تقنية تعديل الأكل يخلون الطماطم تنضج بسرعة لو يحقنون الدجاجة أو الخروف حتى يكبر ويبلغ ويكتلوا بسرعة فأعتقد الأكل حيكون كلي تبيو ويعني نادرا يجوز يعني نادرا ما تحصل أكل بالصيف لازم تيبس آه لازم تيبس أشياء الفصل الشتاء لأنه فصل الشتاء ماكو زراعة عليه ماكو تصدير فراح تتعلم شلون تصير ايكونومي وراح تصير اقتصادي رهيب، وإذا حالفكم الحظ وأحدكم نال شغف أنه يكون الحارس الشخصي للزعيم الأوحد للكور الشمالي، فصدقني صدقني راح تكون فتنس، راح تكون بطل العالم بالركض، راح تكون بطل العالم بالرشاقة، وراح تخر شحوم، راح الشحوم تطير من جسمك ويبقى جسمك عضل صافي، يعني ما تحتاج لا واي بروتين، لا داينابول، لا ديجا درابولين، لا هرمون الجروث، راح تكون أنت رياضي بالفطرة. لانه انت راح تنال شغف الركض خلف سياره الزعيم الاوحد كيب جونج اون اللي هي مرسيدس بنز خلينا نشوف حبايبي شلون يركضون الجماعه باع حبايبي هنا الزعيم الاوحد دا يتحرك من الفندق او من مقر اقامته يعني زعيمنا الموقر الى سيارته الخاصه لاحظوا ذول الشباب الطيبين اللي مزينين حفر اللي ما يقدرون يزينون غير زيان لا يقدرون يحطون جل ولا اي شيء ذول على اهبه الاستعداد للركض وهنا اللي يبدون بالهروله واحد اثنين ثلاثة بشرف اللي يسوون ماراثون اللي يسوون سباقات الركض كانوا يطلعون ذول أحسن عدائين بالحياة نوب السيارة راكبها تخبل من مرسيدس حبايبي الفيديو كلش طويل وذولا بلشوا بالركض وركضهم ما راح يوقف صدقوني ما راح يوقف باعوا هلا بالهرولة الحلوة هلا بيكم يا حلوين باعوا راح أمشي بعد دقيقة أخرى بعدهم يركضون وإذا تلاحظون عددهم 12 مهرول يمكن لانه هذا مفكر يفتح بهم فريق مال كره قدم بالمستقبل الله اعلم باع حبايبي اكو واحد هنا كتف ايده طالع 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ورقم 12 خاتل لانه راح يسوون فريق مال كره قدم فاذا ينصاب واحد يصير احتياط عندهم هنا بدا يسرع الركض يعني بشرفي واحد شيء يريد احلى من هالحياه زعيم اوحد محب الشعبه وحياة صحية وحياة رياضية وشعب مرتاح و... وهذول يعني راح يعلم... يتعلمون فنون القتال راح يتعلمون اللياقة الدبلوماسية راح يتعلمون الركض يا شباب الركض من أجمل الرياضات بالعالم ترى كذا المشي مو ركض المشي مو رياضة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ده عشرة عشر مو قلت لكم واحد احتياط سبير حتى خاف ينصاب ينزل الاخ بداله. ف <applause> شباب ترى قبل لا اسوي هذا الفيديو شفت فيديو اخر بسنة 2019 نفس التيم هذول اللي نفسهم بعدهم يركضون بس اللي متغير بيهم انه ملامحهم بين شابه اكثر ورياضيه وحلاوتهم مزداده اكثر. فجديات خلينا ناخذ الموضوع شوي على محمل الجد. دولة معزولة عن العالم دولة تصنع وتاكل من اللي تصنعه دولة حياتها صحية وحياتها رياضية وما حد يفوت لها من الخارج واحنا شنو اللي يخلي فيروس كورونا ينتقل لبقية الدول من الصين الى دول اخرى فيروس كورونا المكسيكي قصدي الصيني عفوا اللي هو وسائل النقل وتطورها لانه يا حبايب قلبي احنا عايشين من القرن الواحد والعشرين وبدل ما تتنقل بشهرين ده تتنقل انت بنص ساعة بسبب الطيارة وبسبب السيارة وبسبب البي ام دبليو وبسبب الاودي وبسبب المرسيدس وبسبب الفورد الموستانج فالامراض ايضا ده تتنقل بسرعة وهذا الشيء يخلي الامراض تكون اكبر مهدد للبشرية اكثر من السلاح واكثر من البشر هم نفسهم فاذا سكنت بهاي الدولة راح تكون محمي راح تكون معزول راح تكون عايش بامان يعني لان عندك زعيم اوحد ما حد يقدر يندق بيك ومن ناحيه اخرى صدقوني وبعيدا عن المزاح اعتقد انه ما راح تسجل ولا حاله وما راح يموت ولا شخص بسبب هذا الفيروس ممكن يموتون لاسباب اخرى الاسباب التعبانه اللي حريه الراي مخالفه الذوق العام عدم الالتزام باوامر القائد الاوحد المفدى الزعيم الاوحد الديمقراط قائد العالم الحر كيم جونغ اون فممكن تكون الحياه فقط بكوريا الشماليه وممكن في يوم من الايام راح الناس بدل ما تهرب من كوريا الشماليه دول العالم الاخرى ممكن تهرب من العالم الى كوريا الشماليه والله اعلم بس السيناريو يبقى مطروح لانه ماكو اي دليل بالوقت الحالي او بالمستقبل على اصابه اي مواطن كوري شمالي بهذا المرض. فلهنا وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله تكون الرساله الهادفه وصلت، لا تنسوني بلايك للفيديو ولا تنسوني باشتراك بالقناه بالنسبه للمشترك وكتبوا لي ارائكم بالفيديو. باعتقادكم أي دولة هي ممكن أنه تنجو من هذا المرض من هذا الوباء العالمي وهل اعتقادي صحيح بأنه هاي دولة كوريا الشمالية وإذا أكو شخص من عندكم يعرف شنو الشروط السفر إلى دولة كوريا الشمالية ومستوى اللغة ممكن بدل ما واحد يكون سي غاي أو سي ثري ممكن سي وان أو آز فاي مثلا إذا ترهم الأمور تحياتي لكم نلتقي في فيديو آخر قريبا وباي باي